السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مجددا على قناتكم المصمم. اليوم جيناكم بواحد الموضوع اللي هو داير ضجة في المغرب ديال واحد الشخص اللي دوز 45 سنة في انجلترا يعني بريطانيا، وفاش رجع للمغرب شرى واحد المنزل اللي يعيش هو ووليدته فيه من طبيعة الحال، وداك المنزل فخم. من بعد مناورات مع شي اشخاص وهموا انه يبيعوا له شي قهوه كتسوى 600 مليون ويعطيوه يعني شقه برطما مقابل يعني كيعطيهم هذا المنزل، دونك ريبريس على ما فهمنا من الفيديو. دونك انشاهدوا الفيديو، للاسف يعني مؤثر جدا، لكن من بعد الفيديو ونعطيو التعليق ديالنا على هذه المرحله. انشاهدوه داري 45 عام وانا داير هاد الدار هادي، وفي الاخر يجيو نصاب نصبوا عليا يديو ليا داري على والو. النوطر تاهو داخل فيها، قلت لي بان الملك ديالنا وصاكم علينا باش تعطيونا الحقوق وداك الشيء، قال لي ما تاكلش لك هادي. هذا النوطر قال لي ما تاكلش لك هادي، ما تاكلش لك. وظلمني النوطر، ظلمني كاتب هذيك الكتبه بالفرنساويه وما قرا عليا والو، ما عرفت والو. قال لي سني وسنيت. دابا لا فوت تاع النوطير والمحافظ، حتى هو المحافظ ديت ليه شهاده ديال التعرض باش ما يحفظش ليه، وفي الاخر يمشيو حفظوا لي. دونك كما كنلاحظوا الاخوان، يعني الخطا الاول هو ان السيد اللي تنصب عليه سنى على واحد الحاجه ما عارفهاش مزيان. اولا دونك الاخوان، ما عمركم تسنيو على شي ورقه انتم ما عارفينهاش، يعني حتى اللغه باش مكتوبه الا يعني ما كنتوش فاهمينها ما تسنيوش عليها. كنتي ما قاريش كاع يعني خصك تمشي عند محامي محلف يترجمها لك. دونك المساله واضحه، ما تحطش السيناتور ديالك في اي وثيقه مهما كانت، وخاصه في هذه المسائل ديال الفلوس الكبار. دونك السيد كيتكلم على منزل ساوي اكثر من 700 مليون ولا 600 مليون، يعني شيء يعني كبير وعنده قيمه لدرجه انه بدا كيبكي. نكمل الفيديو. يا سيدي، انا واحد المهاجر مغربي عايش بالديار البريطانيه منذ 45 سنه، ومنها باش درت هذا المنزل، هذا الدار هذه بعد 45 سنة. أنا وزوجتي وأمي الله يرحمها عاونوني باش درت هذا الدار. تلاقيت مع واحد السمسار كان بحال صديق ديالي، وهو نصب عليا داني لعند واحد شي وحدين تعرفهم نصار. دونك الاخوان، في هاد البارتي هادي بغيت نفهمها مزيان. فاش تكون انت كمهاجر مغربي داخل البلاد باغي تستثمر الفلوس ديالك، ما عمرك ترافق مع السماسريه كما بغى يكون. حتى النوطير الا بغيتي انت تشري شي حاجه انت اللي غتختار النوطير، ماشي الشاري اللي يبيع لك هو اللي كيختار. انت الشاري اللي غتحط الفلوس، انت اللي غتختار النوطير. دونك اختاروا بيدك، سول الناس، سول في القضاء، سول اي واحد عنده خبره ومخضرم في هذا المجال يعطيك واحد الشخص اللي نزيه وموظف يعني ما كيخونش الامانه وغيصاوب لك الامور ديالك، ولا شاف شي حاجه ماشي هي هذيك كيوقف العمليه. كما قالنا في الفيديو انه قال النوطير اللي كيقوم بهذه العمليه هذه، قال له وقف اسيدي داك الشيء، راه كنلاحظ راه داك الشيء ماشي هو هذاك. النوطير قال له ما غتاكلكش، يعني ديك الورقه اللي سنيتي راك سنيتيها وسالينا. هذا ماشي عمل احترافي، وكما قلنا النوطير قد يكون هو المافيا العقار اللي كنهضروا عليه ديما، راه هو اللي بيديه المفاتيح. باش نكونوا واضحين، يعني حسن الاختيار كما كتختار الزوجه ديالك ديال المستقبل، حتى النوطير خصك تختار انسان نزيه مخضرم في هذا المجال ديال العقارات وعنده كفاءه عليا وما كيخونش الامانه. نتبعوا الفيديو. قال لي راه عنده واحد القهوة لا بغيتي تشوفها، ملي شتا ديك القهوة قال لي غادي يعطيك القهوة تسوى 600 مليون وبارتمان تسوى 100 مليون مقابل انا نعطيه هذا المنزل ديالي.
انا تقت فيهم وهم كذبوا عليا بان هذيك القهوه ما تشتشوهاش 600، اخر ثمن ربما تجيب لي 300، حيت هو باعها لواحد اخر، باعها لواحد اخر 270 مليون، عطاه 240، وملي وجد التيترات ماشي هما هذوك، قال لي رجع لي فلوسي، قال لي لا ما رجعهاش لك، بعتو شريت معاك. هاد القهوه فايته نبيعوها على الراجل الاخر، نصبوا عليه. دونك كما كتلاحظوا الاخوان في هاد البارتي هادي ديال الفيديو، كنلاحظوا ان جميع عمليه النصب تعرض لها هاد السيد، يعني مرحله التسجيل ما تسجلاتش القهوه وتعاودت تباعت لواحد اخر، وفي نفس الحين باعوا له كراجات اخرين من غير القهوه. القهوه كتعطي الفرصه ديالها لواحد الجهه، الظهر ديال القهوه فيها كراجات، الكراجات على مكانو كيهضروا له، وهو كان كيقول لهم انا كنهضر على القهوه، دونك قالوا له القهوه وباعوا له الكراجات اللي عاطين وجههم للدريبه، دونك ما ساويين والو. باش نكونوا واضحين في هذه المرحله، فاش بغيت تشري شي عقار يعني يمكن لك تجيب خبير في العقار يجي يشوف لك التصميم اللي باغيين هاد الناس يبيعوا لك، ويأكد لك واش هاد التصميم اللي باغيين يبيعوا لك واش هو القهوه ولا شي حاجه اخرى، باش نكونوا واضحين. دونك الانسان وصلوا للعظم، وكما كنلاحظوا مافيا العقار مجرد مواطنين، باش نكونوا صريحين ما نكبروش الموضوع. يقد يكون كما كنقولوا شركه، ويقد يكون شخص ذاتي كما كنلاحظوا هنايا نوتير والسمسار وشي اصدقاء ديالو، يعني جا دجاجه بكمونها 45 عام، دونك ان كوتي يعني عنده واحد الرصيد يعني عالي جدا في البنك، ارا ندوروه ونديو له كل ما عنده ونخرجوه للزنقه يبدا يغوت كالحمق. وهذا السمسار هذا بغى يصور القاميله، قال لك بغى القاميله، اداني انا ضحيه. احنا هاد المهاجرين اللي تنعيشوا برا ملي تنجيو هنايا تيبقاو تابعيننا باغيين ينصبوا علينا وداك الشيء، ودابا انا وقع لي هاد النصب، حتى انا نصبوا عليا بغاو يديو لي هاد الدار ديالي مقابل هذيك القهوه، وهذيك القهوه ماشي باعوا لي القهوه، انا شت هذيك القهوه وهما باعوا لي المجازات اللورانيين، مقيدين في التيتر بان هذيك القهوه ماشي هذوك هما التيترات ديالها، بينوا لي القهوه في القدام، وهي راه انا شت القهوه، قال لي هذه هي القهوه اللي غادي تشري. ملي جبت الخبير، جبت واحد الخبير، ملي شاف البلانات وشاف شاف التيترات، وجد بان التيتر تاع هذيك القهوه كاين اللور ماشي القدام. ودابا نصبوا عليا هاد الناس، داو لي داري وبغاو يديو حتى القهوه، حتى هي بغاو يديوها ليا، وانا غادي نتلاح نولي مشرد في الزنقه. وشوفوا يا اخواني كيفاش المواطن المهاجر اش تيعملوا به ملي تيجي المغرب، والملك ديالنا حفظه الله وصى هاد الناس هادو هاد المجرمين، وصاهم باش الصاب ينصبوا عليا يديوا لي داري على والو، والقهوه بات دايرين مكازات اللور ما تسوى والو. يا ربي تشوف في حالنا. النوطير تكاتبنا نهار الاثنين، النوطير الثلاث ملي انا عرفت بان القضيه ما مزياناش، قلت لهم ضرب لي التليفون قال لي جيب الاوراق، قلت لي ما بغاش نكمل معاكم، قلت لي ما بغاش نكمل معاكم حيت هذا الشيء فيه الخوات، وعقت بهم قالوا لي الناس راه هادو راه بغاو يقلعوا لك دارك وكاك. ملي ضربت لي التليفون قلت لي خصك تحبس هاد الشيء، ما بغاش يحبس النوطير حتى هو داخل فيها. قلت لي كما شفتوا الاخوان وكما كنلاحظوا، يعني اتصل بالنوطير وقال له وقف العمليه، قانونيا خص النوطير يوقف العمليه وبسيف عليه، وكان عليه يشرح له العقد. وكما هذا السيد هذا كان سنى على واحد الورقه، دونك دار غلط انه سنى في الورقه، ولكن طاح في نوطير يعني خطير. اما كو كان موثق نزيه غيقرا الورقه يقول له سيدي المنزل ديالك اللي باغي دير ريبريز مع الناس ديال القهوه، راه القهوه في جهه والكراجات في جهه،
والموثق ما يقدش يقول لك انا ما عارفش في البلان. الموثق قاري مزيان الرسم العقاري وكيفهم في البلانات. دونك اللي باغي يشري عقار او اي حاجه يتبع الامن العقاري ديما يسيكوريزي راسو من جميع النواحي، ما يثقش شي واحد، ما يسول حتى شي واحد، ما يعيطش للسمساره، ما يخليش البائع يوريه النوتير اللي غيتكتب عنده، وما ينسيستي على حتى شي حاجه الا اذا كان مقتنع عليها. دونك فاش نبغي نشري شي عقار، اول واحد خصني نختاره بدقه هو النوتير. النوتير هو كل شيء، او محامي مخضرم ومقبول لدى هيئه المحكمه او محكمه النقد. دونك باش نكونوا واضحين، هذه اول مرحله. ثاني مرحله يمكن لك الدعم المشروع ديالك اللي باغي دير بيزنس في المغرب وتشري واحد العقار يعني بثمن كبير، الدعم المشروع ديالك بخبير عقاري. دونك الخبراء عطا الله في البلاد، خبير عقاري يبدا يقرا لك البلانات ويقرا لك كل شيء، ولا كان شي خلل غيقولوا لك. دونك موثق زائد خبير خصهم يكونوا في يدك، وزائد محامي باش تشري عقار. لحقاش كما كنلاحظوا راه غير مواطنين بساط وراهم مافيا عقار. دونك اخطبوط هاد الناس هادو، راه اخطبوط سمسار صديق ديالو ودارها به، قال لك بغى الجميله. من هنا كنلاحظوا ان الانسان في المغرب راه متعطش للناس اللي كيدخلوا من الخارج. دونك الناس اللي تيدخلوا من الخارج تيكونوا مساكن دار بين تماره لواحد المده طويله باش يشري قبر الحياه. انت السيد ما بقى له والو في حياته، دونك لا يطول له في عمره، ولاني في الاخر ديال الايام ديالو من بعد 45 عام ديال الكفاح، 45 عام ديال المعاناه والهجره خارج البلاد، كيتعرض لعمليه نصب من ناس صغيورين في البلاد، ماشي حتى كبار، ناس صغيورين، سمسار، موثق، يعني حتى شي حاجه، لعبوا عليه بطرق يعني سهله. دونك كان الموضوع ديالنا اليوم هو هذا، يعني تاثرت في هذا الشات هذا الفيديو. دونك الاخوان ديما سيكوريزيو راسكم، ونتمنى تكون الفكره وصلت، ونتمنى هذا الفيديو ياثر فيكم بزاف باش سيكوريزيو راسكم فاش تدخلوا للبلاد تبغيو ديروا شي مشروع. بالاساس تكون واخد الحيطه والحذر في كل شيء، ديما اي حاجه كديرها اختارها الراسك، ما تخليش شي واحد يوريك شي حاجه بيديه، اون فوا كيوريك دونك عنده شي مصلحه تما. هادشي اللي نقد نقول لكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته في حلقه مقبله.